أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلى ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10812 قتيلا بعد 34 يوما من اندلاع الحرب. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10812 شهيد، بينهم 4412 طفلا، 2918 من النساء، و667 مسن، وإصابة 26905 مواطنين. أرقام الحقيقة كبيرة جدا جدا، يعني أرقام كبيرة جدا بيدفعها الشعب الفلسطيني الرابط في قطاع غزة. الأرقام من يعني في حوالي 34 يوم. ولافت طبعا أنه كمان حتى أفراد الطواقم الطبية تم يعني الحقيقة يعني لقوا حتفهم، 195 من أفراد الطواقم الطبية اللي كانوا بيخدموا الناس وموجودين في المستشفيات، وذلك طبقا لوكالة الأونروا اللي ذكرت في تقرير لها أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في طفل بيستشهد كل 10 دقائق. يعني الحقيقة حاجة الحقيقة يعني شديدة الصعوبة. يعني إحنا بنتمنى إنه كل 10 دقائق يكون في طفل بيخرج للدنيا، لكن كل 10 دقائق يكون في طفل بيغادر الحياة تحت هذا القصف اليومي. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخير أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بكم، مساء النور، أسعد الله مساءكم ومساء كل مشاهدينا بكل خير. الحقيقة الأرقام مفزعة، والأرقام يعني الحقيقة يعني صعبة. كلمنا عن الوضع وعن هذه الأرقام وعن يعني ماذا يجري. يبدو أن الخط مش موجود حتى يعود إلينا تاني. خلينا يعني حضراتكم شفتوا الأرقام عاملة إزاي. إحنا بنتكلم على إبادة حقيقية، يعني حتى يمكن مقارنة الأرقام من المحتل الإسرائيلي اللي عنده هستيريا وهلع بهذه الأرقام، هو لا يرى في هذه الإبادة. يعني شفنا القصف موجود على مناطق كلها مدنيين، شفنا القصف على بنايات مدنية، على بنية تحتية، على مستشفيات، على مدارس، على كنائس. يعني لا يعرف المحتل أي إنسانية، هو يريد أن يتم إبادة لهذا المكان ولا يهتم إذا كان من يتوفاه الله طفل مسن كبير، لا يهتم لهذه الأرقام. عاد إلينا الأستاذ أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، تفضل أستاذ أشرف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا الفلسطيني من هذا العدوان وهذا التطهير العرقي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لليوم 34 على التوالي، حيث بات هذا الاحتلال الإسرائيلي يوسع من دائرة الاستهداف لتطال كل شبر في قطاع غزة، ولم يترك شبرا في قطاع غزة دون قصف أو استهداف، حيث أن الساعات الماضية كانت ساعات شديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على كافة مناطق قطاع غزة التي رصدنا فيها 20 مجزرة ارتكبت بحق العوائل الفلسطينية وبحق أبناء شعبنا. نحن نتحدث عن 1118 عائلة أبيد منها عدد كبير، وعدد كبير من هذه العائلات أيضا ارتكب فيها مجازر، وصل عدد الضحايا في العائلة إلى 100 شهيد. وبالتالي هذه الحرب المسعورة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي كانت لا تبقي ولا تذر بالبشر والشجر والحجر. هذه الحرب حتى هذه اللحظة تسير بالتوازي مع استهداف مركز للمنظومة الصحية التي بدأ الاحتلال الإسرائيلي حربه عليها منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان، من حيث أنه قطع الإمدادات الطبية وإمدادات الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، وكذلك أيضا قطع الكهرباء عن قطاع غزة ومنها مستشفيات القطاع، وكذلك أيضا قطع المياه عن قطاع غزة ومنها مستشفيات قطاع غزة. إضافة إلى ذلك جعل هذه المنظومة في دائرة الاستهداف، حيث تم استهداف كافة مستشفيات قطاع غزة، والآن يطلق الخناق على مستشفيات شمال قطاع غزة بشكل مركز، خاصة مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفيات النصر والعيون والصحة النفسية والرنديسي، وكذلك أيضا شمال قطاع غزة في مستشفى الأندونيسي الذي قام قبل أكثر من ساعة من الآن باستهداف محيطه بشكل مركز
لإرباك العمل وإرهاب الجرحى والطواقم الطبية والنازحين. هذه المستشفيات اليوم باتت مضغوطة جدا بسبب أكثر من 200 ألف نازح في داخل هذه المستشفيات، عوضا عن آلاف الجرحى والمرضى والطواقم الطبية التي لم تغادر المستشفيات منذ 34 يوما. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخرج هذه المنظومة الصحية تماما عن الخدمة، يريد أن يخرج هذه المنظومة الصحية عن وظائفها التي كفلها القانون الدولي للإنسان واتفاقية جنيف الرابعة. نحن نتحدث عن 195 شهيدا من الكوادر الصحية، إضافة إلى تدمير 51 سيارة إسعاف، إضافة إلى استهداف 130 مؤسسة صحية وإخراج 18 مستشفى عن الخدمة، وكذلك 40 مركز للرعاية الصحية الأولية أيضا عن الخدمة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يركز هذه الحرب حتى يخرج المنظومة الصحية بشكل مباشر. واليوم بدأ المرحلة الأخطر وهي الاستهداف المباشر للمستشفيات، حيث رصدنا أن كافة مستشفيات شمال قطاع غزة بدءا من مجمع الشفاء الطبي وصولا إلى اندونيسي تعرض ولا زال يتعرض للاستهداف المركز إما في داخله وإما في محيطه. إضافة إلى أن هذه المستشفيات اليوم باتت فقط لديها أقل من 24 ساعة لتلفظ أنفاسها الأخيرة وتفقد الوقود في داخل المولدات الصغيرة. طيب يعني نتحدث عن عقب الخدمات الصحية سواء في مجمع الشفاء الطبي أو مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وإذا توقفت هذه المستشفيات عن الخدمة فإن الجرحى لا يتوفر لهم أي علاج في داخل القطاع، وكذلك مرضى القطاع لا يتوفر لهم أي خدمة علاجية. أكيد أكيد أستاذ أشرف، الحقيقة الوضع مأساوي والأرقام الحقيقة كلها مفزعة، بس خليني أسأل حضرتك، هذه الهدن الإنسانية التي يتحدثون عنها ربما يتم تطبيقها، هل هتدي يعني عدد من الساعات بأنه تتنفس المستشفيات ويتم الإمداد والمساعدة يعني إلى حد ما؟ يعني نحن نتحدث عن ساعات، تفصلنا عن توقف المولدات الصغيرة الآن في كبرى مستشفيات قطاع غزة، وبالتالي ال 24 ساعة التي تحدثنا عنها راح منها الآن 8 ساعات، وبالتالي لا يتوفر أي إمكانية سوى يوم غد الجمعة في قرابة الساعة 4 عصرا، فتفقد هذه المستشفيات أبسط مقوماتها وهي الوقود. فإذا لم يدخل الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، وإذا لم يدخل الإمدادات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة، فإن هذه المستشفيات ستتحول من مراكز للاستشفاء وعلاج الجرحى والمرضى إلى مقابر جماعية يندى لها جبين الإنسانية. طب خليني هنا أخذ عنوان من حضرتك أستاذ أشرف، بحقوق الإنسان الآن هذا كله خارج قطاع غزة. أكيد أخذ من حضرتك هنا عنوان بأنه غدا وبعد يعني زي ما حضرتك ذكرت بعد صلاة الجمعة ستتوقف كل الإمدادات الصحية عن العمل، يعني لا يوجد دعم لأي مريض أو مساعدة لأي جريح أو لأي مصاب غدا، لأنه توقفت كل المستشفيات الموجودة في قطاع غزة. هذا صحيح هذا العنوان؟ نعم، نحن نتحدث عن المستشفيات الموجودة شمال قطاع غزة بدءا من مجمع الشفاء الطبي وهو الأكبر على مستوى فلسطين، وكذلك أيضا مستشفى الأندونيسي، وكذلك مستشفى النصر الأطفال. يعني إذا كل المستشفيات الموجودة في شمال قطاع غزة متوقفة غدا، أمامها أقل من 24 ساعة لتتوقف تماما عن الخدمة وتخرج عن الخدمة تماما إذا لم يتوفر لها الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهربائية. ولكن المشكلة الأكبر هو عند توقف هذه المستشفيات فإننا سنفقد مئات الحالات المرضية والجرحى الذين هم الآن تحت أجهزة دعم الحياة وتحت التنفس الصناعي. نحن نتحدث عن 130 طفل في حضانات الأطفال، نتحدث عن 160 مريض وجريح تحت التنفس الصناعي في العنايات المكثفة، نتحدث عن 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفل يغسلون الكلى 3
3 مرات اسبوعيا. نتحدث اليوم عن مرضى الاورام من مرضى السرطان للكبار والصغار، وبالتالي نحن امام مشهد قاسي للغايه لم يمر على قطاع غزه، لم يمر على العالم الحقيقه. هذا المشهد القاسي لم نراه في العالم، وامام صمت دولي وامام جرائم كثيره. وهذا العنوان الذي أختم به مع الأستاذ أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية.